حصة النهاردة هناخد فيها الدرس التاني في وحدة التباين اللي هو المقارنة بين قياسات زوايا المثلث، وهو الدرس كله عبارة عن نظرية واحدة نفهمها وبعد كده نحل عليها مسائل. احنا في المثلث متساوي الساقين كان بيبقى عندنا ضلعين متساويين زي أ ب و أ ج هنا، كنا بنقول طالما ضلعين متساويين يبقى عندنا زاويتين متساويين اللي هما زاويتي القاعدة، ضلع يساوي ضلع يبقى زاوية تساوي زاوية. اما النهارده هيبقى في ضلع اكبر من ضلع، يعني الضلع ا ج ب7 سم و ا ب ب5، ا ج اكبر من ا ب. النظريه بتقول لو عندنا ضلع اكبر من ضلع يبقى عندك زاويه اكبر من زاويه. تعرف منين الزاويه الكبيره؟ الضلع الكبير يقابل الزاويه الكبيره، والضلع الصغير يقابل الزاويه الصغيره، الكبير قصاده الكبير والصغير قصاده الصغير. يبقى النظرية بتقول لك لو عندك ضلعين مختلفين واحد كبير واحد صغير، الضلع الكبير هيقابل الزاوية الكبيرة والضلع الصغير هيقابل الزاوية الصغيرة. نص النظرية وده يتحفظ عشان بيجي أكمل، بيقول لي إذا اختلف طول ضلعين في مثلث، يعني ضلع كبير وضلع صغير، فأكبرهما في الطول الضلع الكبير نقط أقول له يقابله زاوية أكبر في القياس. الضلع الكبير يقابله زاوية أكبر في القياس من قياس الزاوية المقابلة للآخر. فالنظرية باختصار الضلع الكبير قصاده الزاوية الكبيرة والضلع الصغير قصاده الزاوية الصغيرة. لذلك لما نيجي نكتبها بالبرهان هنا كنا بنبدأ بالضلعين ونستنتج الزاويتين، كنا بنقول أ ب يساوي أ ج، إذا زاوية ب تساوي زاوية ج. هنا نفس النظام بس هنقول أكبر، بما أن الضلع أ ج أكبر من أ ب إذا قياس زاوية ب أكبر من قياس زاوية ج، ضلع أكبر من ضلع يبقى زاوية أكبر من زاوية. نبدأ بالأضلاع ونستنتج الزوايا، بما أن الضلع أ ج أكبر من أ ب إذا قياس زاوية ب أكبر من قياس زاوية ج. طيب دي النظرية نفسها، في ملحوظة نقدر نعرفها احنا لوحدينا. احنا هنا عندنا ضلع ب5 وضلع ب7 مثلا، لو الضلع التالت ده ب8 سم، وعايز تعرف أكبر زاوية في المثلث. أكبر زاوية زاوية أ ولا ب ولا ج؟ انت عندك أكبر ضلع التمانية يبقى قصاده زاوية أ، هي هتكون أكبر زاوية، أكبر ضلع لازم يقابل أكبر زاوية. طب لو عايز تعرف أصغر زاوية، أصغر ضلع هنا الخمسة يبقى أصغر زاوية هي زاوية ج. يبقى الملحوظة بتقول إن أكبر ضلع في المثلث لازم يقابل أكبر زاوية، والعكس أصغر ضلع في المثلث يقابل أصغر زاوية، الكبير قصاده الكبير والصغير قصاده الصغير. لو جاتلك ممكن تيجي أكمل برضه، أكبر أضلاع المثلث طولا يقابل نقط، أكبر الأضلاع هيقابل أكبر الزوايا، والعكس أصغر الأضلاع هيقابل أصغر الزوايا. كده خلصنا شرح، تعال نبدأ في المسائل. من المسائل المهمة اللي بتيجي على الدرس ده مسائل الترتيب، يديك أضلاع ويقول لك رتب الزوايا، يقول لي رتب زوايا المثلث أ ب ج تنازليا، تنازليا يعني من الكبير للصغير. مديك 3 أضلاع، الضلع أ ب ب12 سم و ب ج ب15 و أ ج ب10. ممكن ترسم مثلث يساعدك في الحل وممكن تحلها من غير رسم، ومديك الضلع ب ج ب15 و ا ب ب12 و ا ج ب10، وبيقول لك رتب الزوايا من الكبير للصغير. طب انا عندي اكبر ضلع هنا اللي هو ب ج اللي هو ب15، يبقى قصاده زاوية ا هي اكبر زاوية، اكبر ضلع مقابل لاكبر زاوية. اللي بعد ال15 ال12 اللي هو ا ب قصاده هنا زاوية ج يبقى دي تاني زاوية. أصغر ضلع عندنا ال10 يبقى قصاده زاوية ب دي أصغر زاوية. يبقى لو هترتب يبقى زاوية أ أكبر من زاوية ج أكبر من زاوية ب. لما تيجي تحلها دي هما خطوتين بما أن وإذا. أول خطوة رتب الأضلاع اللي مديهالك، اللي يدوهلك رتبه، احنا عايزين نرتب تنازليا يعني من الكبير للصغير. أكبر ضلع هنا ب ج، بقول له ب ج أكبر من اللي بعديه أ ب، وأصغر ضلع هنا أ ج.
يبقى انا كده رتبت الاضلاع اللي هو كان مديها لي. الخطوه التانية رتب الزوايا. اكبر ضلع عندي ب ج، اشوف ب ج مين الزاويه اللي قصاده زاويه الف، او من غير ما تبص للرسم هو المثلث اسمه الف ب ج. انا عندي ب ج يبقى ناقص حرف الالف، يبقى تعرف ان ب ج قصاده زاويه الف من غير ما تبص للرسم. اكبر من الف ب، ادي الف ب قصاده زاويه ج، او هات الحرف اللي ناقص ألف ب يبقى ناقصك في المثلث زاوية ج. أكبر من ألف ج يبقى ناقصني في المثلث زاوية ب. يبقى ترتيب الزوايا ألف هتبقى أكبر من ج أكبر من ب. يبقى لما تيجي تحل خطوتين رتب الأضلاع الأول بعد كده رتب الزوايا. المسألة التانية نفس النظام بس ترتيب تصاعدي. رتب زوايا المثلث ألف ب ج تصاعديا، يعني من الصغير للكبير. مديك ألف ب 2.7، يعني 2 وشوية، ب ج 8.5، وألف ج ب6. طيب من غير ما نرسم خطوتين بما أن وإذا هو عايز يرتب الزوايا، يبقى هرتب الأضلاع الأول. نرتب الأضلاع اللي مديها لنا تصاعديا، يعني من الصغير للكبير. أصغر ضلع عندنا 2.7، اللي هو ألف ب، بس المرة دي هنقول أصغر عشان تصاعديا من الصغير للكبير. اللي بعد 2.7 الست، اللي هي ألف جيم، وأكبر واحد فيهم 8.5 اللي هو ب جيم. يبقى أنا كده رتبت الأضلاع من الصغير للكبير. بعد ما رتب الأضلاع رتب الزوايا. هات الحرف اللي ناقص، ألف ب هيبقى قصاده زاوية جيم. أصغر من ألف جيم هيبقى قصاده زاوية ب. أصغر من ب جيم هيبقى قصاده زاوية ألف. فترتيب الزوايا جيم أصغر من ب أصغر من ألف. ولو عايز تحلها بالرسم هتكتب الأضلاع عند الرسم وتشوف الكبير قصاده الكبير والصغير قصاده الصغير. يعني أصغر حاجة عندك ألف ب يبقى أصغر زاوية ج، بعدها ألف ج يبقى قصادها ب، وأكبر حاجة 8.5 يبقى قصادها ألف، فتبقى ج أصغر من ب أصغر من ألف. تعال ندخل على الأشكال. نبدأ في الأشكال. هناخد 5 مسائل. المسألة الأولى والتانية معتمدين على المسلم رقم 6 اللي خدناه الحصة اللي فاتت. أفكركم بها الأول. لو عندنا 4 أعداد زي ألف وب وسين وصاد، ألف لوحديها أكبر من ب وسين لوحديها أكبر من صاد. لو حبينا نجمع المتباينتين دول الكبار هيكون ألف وسين ولا ب وصاد؟ أكيد الكبار هيبقوا ألف وسين، إن ألف وحديها أكبر من ب وسين لوحديها أكبر من صاد. لو جمعنا يبقى ألف زائد سين هيبقى أكبر من ب زائد صاد. ألف وسين هيبقى أكبر من ب وصاد مع بعض. هي بالعجل كده، هما الاتنين الكبار هيبقى أكبر من الاتنين الصغيرين. المسلمة دي هتحللي المثال ده واللي بعديه. مديني شكل فيه سين صاد ب8 سنتي، وسين لام ب6 سنتي، ولام عين ب5، وصاد عين ب7 سنتي. بيقول لي اثبت ان زاوية س لام عين اكبر من زاوية س صاد عين. عايز اثبت ان زاوية س لام عين اللي هي زاوية لام كلها، زاوية لام مقسومة زاويتين، زاوية فوق وزاوية تحت، عايز اثبت ان زاوية لام دي اكبر من زاوية س صاد عين اللي هي زاوية صاد كلها. يبقى هو عايز يثبت ان زاوية لام اكبر من زاوية صاد. طب احنا هنا عندنا مثلثين، يبقى هشتغل في كل مثلث لوحده. اشتغل في المثلث اللي فوق لوحده والمثلث اللي تحت لوحده. ابدأ بأي مثلث براحتك. هنبدأ مثلا باللي فوق. انا عندي س ص 8 سنتي وس ل 6 سنتي، يعني س ص هو الكبير. طالما هو الكبير يبقى قصاده زاوية كبيرة اللي هي زاوية لام اللي فوق، وس ل 6 سنتي يعني هو الصغير، يبقى قصاده الزاوية الصغيرة اللي هي زاوية ص اللي فوق. يبقى في المثلث اللي فوق عندي ضلع كبير عن ضلع، يبقى في زاوية كبيرة عن زاوية. طب تعال ننزل في المثلث اللي تحت، نفس الكلام. صاد عين ب7 سنتي وعين لام ب5، يعني صاد عين هو الكبير، يبقى قصاده زاوية كبيرة اللي هي زاوية لام اللي تحت،
والضلع لام عين هو صغير، يبقى قصاده الزاوية الصغيرة اللي هي زاوية صاد اللي تحت. يبقى في المثلث الأول زاوية لام اللي فوق أكبر من زاوية صاد، في المثلث التاني زاوية لام اللي تحت أكبر من صاد برضه. لو حبينا نجمع الكبار هيبقى زاوية لام كلها ولا زاوية صاد كلها؟ أكيد زاوية لام، إن لام اللي فوق كبيرة عن صاد اللي فوق ولام اللي تحت كبيرة عن صاد اللي تحت، يبقى أكيد لما نجمع يبقى زاوية لام كلها تكون أكبر من زاوية صاد. الزاويتين الكبار هيبقى أكبر من الزاويتين الصغيرين. تعال نكتبها بالبرهان. هنشتغل على كل مثلث لوحده. هنبدأ بالمثلث اللي فوق اللي هو س ص لام. بما أن س ص أكبر من س لام يبقى زاوية لام أكبر من زاوية ص، بس نكتب الزاوية دي بالتلات حروف، لام اسمها س لام ص، وزاوية ص اسمها س ص لام. الخطوة الأولى أنا هشتغل في المثلث س ص لام اللي هو اللي فوق. عندنا الضلع س ص أكبر من الضلع س لام، ضلع أكبر من ضلع يبقى في زاوية أكبر من زاوية اللي هي زاوية لام س لام ص أكبر من زاوية س ص لام، ودي أكتب عليها رقم واحد. نشتغل على المثلث اللي تحت نفس النظام، عند ضلع بسبعة وضلع بخمسة، يعني ص عين كبير عن عين لام، ص عين هو الكبير يبقى زاوية لام اللي قصاده هي الكبيرة، لام عين صغير يبقى زاوية ص هي الصغيرة. برضه لما نكتب الزاوية نكتبها بالتلات حروف، زاوية لام خلاها في النص اسمها عين لام صاد، وزاوية صاد اللي تحت اسمها عين صاد لام، يبقى نقول له فيها المثلث صاد لام عين. عندنا في ضلع أكبر من ضلع اللي هو صاد عين أكبر من عين لام، يبقى في زاوية أكبر من زاوية اللي هي زاوية لام اللي تحت اسمها عين لام صاد، هتبقى أكبر من عين صاد لام، ده سميها رقم اتنين. آخر خطوة هنجمع، هنجمع الزاويتين دول مع بعض والزاويتين دول مع بعض، مين اللي هيكون كبير؟ أكيد زاوية لام هي اللي هتكون كبيرة. بنقول له بجمع واحد واتنين هينتج أن زاوية لام كلها اللي اسمها س لام عين أكبر من زاوية صاد كلها اللي هي اسمها س صاد عين، وده المطلوب اللي كان عايزه. ممكن لو الحروف دي هتضايقك سمي الزاوية دي مثلا واحد ودي اتنين ودي تلاتة ودي أربعة، بس في الحالة دي لازم ترسم الشكل في كراسة الإجابة وتقول له بما أن س ص أكبر من س لام إذا زاوية واحد أكبر من زاوية اتنين، بدل ما تكتب الحروف دي تحت بما أن ص عين أكبر من لام عين إذا زاوية تلاتة أكبر من زاوية أربعة. وآخر خطوة برضو نقول له بجمع واحد واتنين ينتج أن زاوية لام أكبر من زاوية ص. ندخل في المثال التاني. الشكل التاني هنا نفس الفكرة بالظبط، بس هتلاحظ ان ما عندكش مثلثات، هو مديك ان ب د يساوي د ج، ومديك الضلع أ ج أكبر من أ ب، دي كاتبها لك في المعطيات هنا. في مثال الوحدة دي لازم تقرأ المعطيات كويس، ان هو مديك ضلع أكبر من ضلع مش هيعرف يعملوه لك على الشكل هنا، مديك ان أ ج أكبر من أ ب، عملت لك على دي شرطتين ودي شرط عشان تعرف ان أ ج هو الكبير. نفس الفكرة، عايز يثبت ان زاوية أ ب د أكبر من أ ج د، أ ب د يعني زاوية ب كلها أكبر من أ ج د اللي هي زاوية ج. الاختلاف في المثال ده عن المثال اللي فات ان انت ما عندكش مثلثات عشان تشتغل عليها، احنا في النظرية دي لازم يكون عندنا مثلث، لازم يكون عندي مثلث عشان اقول الضلع الكبير يقابل الزاوية الكبيرة والضلع الصغير قصاده الزاوية الصغيرة. هنا مفيش مثلثات، فانا هعمل عمل بحيث اني اعمل له مثلثين، عمل يعني خط ما كانش موجود في المسألة وانا اللي هعمله عشان يسهل عليا الحل. طب العمل ده هنعمله فين؟ ممكن اوصل به بجي كده عملنا مثلثين. واحد تاني ممكن يقول اوصل الف بدال برضه عملنا مثلثين. طيب مين الصح؟ مش بمزاج، على حسب الزوايا اللي هو عايز يثبتها. بيقول لك اثبت ان زاوية أ ب د أكبر من أ ج د، عايز اثبت ان زاوية ب أكبر من ج، الزاويتين اللي انت عايز تثبتهم وصلهم ببعض، عايز اثبت ان ب أكبر من ج فانا هوصل أ ب ج. طب لو قال لي اثبت ان أ أكبر من د
يبقى توصل ألف بدال. يبقى انت هتعمل العمل على حسب الزاويتين اللي هو عايز يثبتهم. يقول لي اثبت ان ب اكبر من ج، فانا وصلت ب بج. يبقى قبل ما احل المسألة خالص هعمل حاجة اسمها العمل، هنوصل الضلع ب ج. دي تتكتب قبل البرهان، نقول له العمل نرسم او نصل الضلع ب ج ليه وصلته، عشان يبقى عنده مثلثين. وباقي الحل سهل زي المثال اللي فات بالظبط. عندنا ألف جيم كبير يبقى زاوية ب فوق كبيرة، ألف ب صغير يبقى زاوية جيم صغيرة، الضلع الكبير قصاده الكبير والصغير قصاد الصغير. ننزل في المثلث اللي تحت، عندنا ب د يساوي د ج، ده مثلث متساوي الساقين، في زاويتين يساوي بعض اللي هي زاوية ب وزاوية ج. لو حبينا نجمع الكبيرة يبقى زاوية ب كلها ولا زاوية ج كلها؟ أكيد زاوية ب هي الكبيرة، إن هما تحت يساوي بعض، إنما فوق زاوية ب هي الكبيرة، ب هي الكبيرة عن ج. يبقى كده لو جمعنا يبقى زاوية ب كلها أكبر من زاوية ج. وبرضه لما أجي أكتبها نفس خطوات المثل اللي فاتت، عشان ما نتعبش نفسك هكتب دي واحد وهسمي دي اتنين ودي تلاتة ودي أربعة. هنبدأ في المثلث اللي فوق، ألف جيم أكبر من ألف ب، إذا زاوية واحد أكبر من زاوية تلاتة، بما أن ألف جيم أكبر من ألف ب، إذا قياس زاوية واحد أكبر من قياس زاوية تلاتة. بس زي ما قلنا لو هترقم أرقام زي كده لازم ترسم الشكل تاني في كراسة الإجابة، تكتب هنا واحد اتنين تلاتة أربعة، عشان المصحح يبقى عارف فين الأرقام. في المثلث اللي تحت عندنا دال ب يساوي دال ج، يبقى في زاويتين يساوي بعض اللي هما اتنين وأربعة، بما أن دال ب يساوي دال ج، إذا قياس زاوية اتنين هتساوي قياس زاوية أربعة. دي هسميها رقم اتنين ودي هسميها رقم واحد. آخر خطوة هنجمع واحد واتنين مع بعض وتلاتة وأربعة مع بعض، مين اللي هيكون كبير؟ أكيد واحد واتنين اللي هي زاوية ب كلها، عشان كان فيها زاوية واحد كبيرة. بآخر خطوة هنقول له بالجمع، هنجمع واحد واتنين دول الخطوتين دول، هينتج إن قياس زاوية ب كلها اللي هي أ ب د أكبر من قياس زاوية ج كلها اللي هي اسمها أ ج د. بقى نفس خطوات المثل اللي فاتت اللي زادت معانا، بس هنا العمل خط انت بترسمه من عندك بحيث ان يسهل عليك الحل. ندخل في السؤال التالت، الشكل التالت برضو فكرته معتمد على المسلمات. احنا عندنا العشرة والتمانية، العشرة اكبر من التمانية، لو خدنا نص العشرة ونص التمانية مين اللي هيكون كبير، نص العشرة ولا نص التمانية؟ أكيد نص العشرة برضو، إن العشرة نفسها كبيرة عن التمانية. لما ناخد نص العشرة ونص التمانية، نص العشرة هيكون كبير، نص العشرة بخمسة ونص التمانية بأربعة، الخمسة كبيرة عن الأربعة. فأنت لما يكون عندك عدد كبير عن عدد زي مثلا ب أكبر من ج، لو خدنا نص ال ب ونص الج مين اللي هيكون كبير، نص ال ب ولا نص الج؟ أكيد نص ال ب، إن ب نفسها كبيرة عن ج. لما اخد نص ال ب ونص الجيم برضه ب هتكون كبيرة، الكبير هيفضل كبير والصغير هيفضل صغير. الفكرة ده تحل المثال ده، والمثال ده مهم فكرته بتيجي كتير في الامتحان. مدينا معطى، زي ما قلنا لازم نقرا المعطيات في التباين، الف جيم اكبر من الف ب، الضلع الف جيم اكبر من الف ب، يبقى في زاوية كبيرة عن زاوية، الف جيم الكبير يبقى زاوية ب هي الكبيرة، وألف ب صغير يبقى زاوية ج هي الصغيرة. يبقى كده عندنا زاوية ب كلها أكبر من زاوية ج. مديني إن ميم ب ينصف زاوية ب، زاوية ب مقسومة نصين، وميم ج ينصف ج، زاوية ج برضو مقسومة نصين. هو عايز يثبت إن زاوية ميم ب ج اللي هي زاوية ب اللي تحت الصغيرة دي أكبر من زاوية ميم ج ب اللي هي زاوية ج اللي من هنا. عايز يثبت ان زاوية ب اللي تحت اكبر من زاوية ج. طب تعتبر اتحلت، عندنا الضلع ألف ج اكبر من ألف ب، يبقى زاوية ب كلها اكبر من ج. زاوية ب مقسومة نصين وزاوية ج مقسومة نصين، لو خدنا نص زاوية ب بس وخدنا نص زاوية ج مين اللي هيكون كبير، نص ال ب ولا نص ال ج؟ اكيد نص ال ب، ان زاوية ب نفسها كانت كبيرة
فلما اخد نص هتكون كبير. نفس الفكرة اللي قلناها هنا، يبقى نص ال ب هو الكبير. فين نص ال ب؟ اللي هي زاوية م ب ج اللي هي ب اللي تحت. فين نص الجيم اللي هناخدها؟ اللي هي م ج ب اللي هي زاوية ج اللي تحت، وده اللي كان عايز يثبته. ففكرة السؤال طالما زاوية ب كلها كبيرة عن زاوية ج، يبقى نص ب أكبر من نص ج. ولما نيجي نكتبها هنكتب اللي احنا قلناه كده بالظبط. نبدأ بالمعطى اللي كان مدهولي، وكان مديني ان ألف ج أكبر من ألف ب، يبقى افهم منها ان زاوية ب أكبر من زاوية ج. يبقى معناه ان الضلع ألف ج أكبر من الضلع ألف ب، إذن قياس زاوية ب أكبر من قياس زاوية ج. تاني خطوة كان مديني ان زاوية ب مقسومة نصين، وزاوية ج برضو مقسومة نصين، م ب ينصف زاوية ب وم ج ينصف زاوية ج. دي كاتبهم لي في المعطيات، ممكن انقولهم معنا م ب ينصف زاوية ب وم ج ينصف زاوية ج. دي افهم منها ايه؟ هفهم منها ان نص زاوية ب هيبقى اكبر من نص زاوية ج. زي ما زاوية ب اكبر من ج، يبقى اذا نص زاوية ب اكبر من نص زاوية ج. فين نص ب؟ اللي هي زاوية ب اللي تحت، اللي هي ميم ب ج. اذا قياس زاوية ميم ب ج اكبر من نص ج اللي هي ج اللي تحت، اللي اسمها ميم ج ب، اكبر من قياس ميم ج ب، وده المطلوب اللي كان عايز يثبته. يبقى هي فكرتها طالما زاوية ب أكبر من ج، يبقى نص ب أكبر من نص ج. ندخل في السؤال الرابع. السؤال الرابع برضو فكرته مهمة، بتكرر كتير في الامتحان. مديك معطيين، مديك أ ب أكبر من أ ج، ومديك توازي الضلع أ ب أكبر من أ ج، مديك س ص يوازي ب ج. بيقول لي اثبت ان زاوية أ ص س اللي هي زاوية ص اللي فوق أكبر من زاوية أ س ص اللي هي س اللي فوق. عايز يثبت ان ص أكبر من س. طب تعالى نمشي مع المعطيات. في الأول مديك ان أ ب أكبر من أ ج، أ ب هو الكبير يبقى زاوية ج هي الكبيرة، أ ج صغير يبقى زاوية ب صغيرة. يبقى المعطى الأول كان مديك ان أ ب أكبر من أ ج، يبقى زاوية ج أكبر من ب. دي أول خطوة. الخطوة التانية عندنا توازي، س ص يوازي ب ج. التوازي ده عامل لي تناظر، عامل لي حرف اف مقلوب. فين الزاويتين؟ زاوية ج تحت هتساوي زاوية ص اللي فوق بالتناظر. نفس النظام هنا، زاوية ب تحت هتساوي زاوية س بالتناظر. يبقى ج هتساوي ص وب هتساوي س. مين اللي هيكون كبير فيهم، ص ولا س؟ أكيد ص. ليه؟ إن ص أخت ج وس أخت ب. مين اللي كان كبير تحت؟ ج كانت كبيرة عن ب، يبقى أختها ص هتكون كبيرة عن س. زي ما ج كبيرة عن ب، يبقى أختها ص كبيرة عن س. تعال نقولها تاني بالخطوات. يبقى هو كان مدينا معطيين، المعطى الأول أ ب أكبر من أ ج، أفهم منه إن زاوية ج أكبر من زاوية ب، بما أن الضلع أ ب أكبر من أ ج، إذن قياس زاوية ج أكبر من قياس زاوية ب، سميها رقم واحد. تاني معطى كان مديني توازي، س ص يوازي ب ج. التوازي ده عامل لي تناظر، زاوية ج تحت هتساوي زاوية ص، وزاوية ب هتساوي زاوية س. بما أن س ص يوازي ب ج، إذن قياس زاوية ج هتساوي زاوية ص اللي هي اسمها أ ص س. وفي زاويتين كمان، وزاوية ب هتساوي زاوية س اللي هي اسمها أ س ص، دول يساووا بعض بالتناظر، أسميها الخطوة رقم اتنين. من الخطوتين دول أقدر أفهم إن ص هي الكبيرة ولا س؟ أكيد ص. زي ما ج كبيرة عن ب، أكيد أختها ص كبيرة عن س. بنقول له من واحد واتنين ينتج أن، يعني من الخطوتين اللي احنا كتبناهم دول نقدر نفهم ان زاوية ص اللي هي أ ص س أكبر من زاوية س اللي هي اسمها أ س ص.
آخر حاجة هنا مش مثال، إنما ملحوظتين هينفعونا في حصص المراجعة، وقلناهم قبل كده في الإعدادي. إحنا عندنا في المثلث القائم والمثلث المنفرد. المثلث القائم يعني فيه زاوية ب90 درجة، لو جمعنا الزاويتين اللي فاضلين في المثلث اللي هما 50 والـ40، 50 و40 هتساوي 90. هتلاحظ إن في المثلث القائم في زاوية لوحديها زاوية مجموع الزاويتين التانيين، زاوية ب لوحدها ب90، وألف وجيم لما جمعناهم برضو ب90، فهتلاقي في المثلث القائم زاوية تساوي الزاويتين التانيين، زاوية لوحديها ساوت الزاويتين التانيين. أما في المثلث المنفرد، المنفرج يعني في زاوية منفرجة زي 100 مثلا، لو جمعنا الزاويتين التانيين اللي هما 30 والـ50، 30 زائد 50 يساوي 80، هتلاقي إن الزاوية المنفرجة اللي هي 100 أكبر من 80، يعني زاوية لوحديها أكبر من مجموع الزاويتين التانيين، فالمثلث المنفرج بيبقى فيه زاوية أكبر من الزاويتين التانيين. يبقى باختصار المثلث القائم هتلاقي فيه زاوية واحدة تساوي مجموع الزاويتين التانيين، أما المثلث المنفرج هتلاقي فيه زاوية أكبر من مجموع الزاويتين التانيين. فممكن تيجي أكمل، يقول لي إذا كان قياس زاوية ب تساوي أ زائد ج، زاوية ب لوحدها في المثلث بتساوي الزاويتين التانيين، فإن زاوية ب تكون قائمة ولا حادة ولا منفرجة؟ طالما زاوية ساوت زاويتين تانيين يبقى المثلث ده قائم، يعني زاوية ب هتكون قائمة. طيب هنا بيقول لي زاوية ب أكبر من أ زائد ج، زاوية ب لوحديها أكبر من الزاويتين التانيين، طالما زاوية أكبر من زاويتين يبقى الزاوية دي منفرجة، فإن زاوية ب تكون منفرجة. والملحوظتين دول هناخد عليهم مسألتين في المراجعة. لو لقيت زاوية تساوي زاويتين يبقى مثلث قائم، زاوية كبيرة عن الزاويتين يبقى المثلث منفرج. يبقى حصة النهاردة خدنا فيها المقارنة بين الزوايا، الحصة الجاية ناخد فيها المقارنة بين الأضلاع، هتكون عكس الحصة دي. نشوفكم هناك إن شاء الله.